سبحان الله، كان الوالد كله يوزع الذكرون الشهابي اللي يه، وقال الوالد لما يوي يهدمون اول دولة الكويت بالسبعينات مقبرة الصالحية ومقبرة فتح عن هلال المطيري اللي عند البحر سوق شرق السمج، ومقبرة خالد بن وليد مدوه بالشرق وغيرها، الجعفرية والحساوية يمكن وغيرهم، مناطق وايد في كل في الجهرة في بالأحمدي في حولي في الجليب وايد مقابر. يقول هو عارض هو والشيخ الجراح ويا فتاوي الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي والشيخ هذا اللي هو ناشر محمد أحمد الفارسي ويا الشيخ سعد الخرافي ويوسف الصوري وملا جمعة ويوسف أحمد جمال وسيف الصابري وايد والشيخ وليد الدليمي وايد كانوا معاه، ويوسف خلف الدحيان وخلف الفاو ومن عطية الأثري ووايد علماء الكويت حمادة وغيرهم. المهم هذا خوشك يعني كتاب تلقيل وايد وايد طبع منه، وإحنا طبعنا هني بقرأ لكم ذكر الرافع لوفاة الوالد. يقول الدعاء بمناسبة الرجل، يعني هو تلقين الميت والدعاء بعد الفاتحة. لو الصلاة والعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمه قلينا من نفسنا محمد وصحبه وسلم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويدافع عنا نقمه ويكافئ مريده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه وبركة نور ما تلوناه من كتابك القديم، من كلامك القديم إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الى ارواح ابائي وابنائي واخواني من النبيين والمسلمين وال وكل من المسائر الصالحين، ثم الى ارواح من قرانا لاجله وحضرنا ها هنا بسبيل الوالد سيد هاشم بن سعد احمد الرفاعي وزير نائب شيخ الطريقه الرفاعي الصوفيه وجميع جيراننا في الكره الارضيه ودوله الكويت ومقبره السبت. يقول وانت اعلم منا به وباسمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم من نزله ووسع في القبر مدخله، اللهم باعد بيننا وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقي من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسله من الخطايا كما يغسل الثوب كما يغسل الثوب بالماء والثلج والبرد، اللهم جازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا امين. اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور لسعه الدور والقصور، في سدر مخضوض طلح منضود ظل ممدود ماء مسكوب فكثيرا مقطوع ممنوع فرش مرفوع، نعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الحسنى اولئك رفيق الله، نور مرقده وعطر مشهده امين امين. جيرانه يا رب يا رب، وطيب مضجعه وانس وحشته، وارحم غربته ونفس كربته وقه عذاب القبر وفتنته، اللهم ابدله دارا خيرا من داري ولا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه، اللهم افتح أبواب السماء لروحه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي، اللهم اجعل قبره وراضا من رياض الجنة، جعله حفرا من حفر النيران يا ذا المن والفضل والجود والإحسان، اللهم لا تحرمنا أجره تفتنا بعده واغفر لنا ولو سائر المسلمين، وصلى الله على محمد أجمعين صحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا سيدي العبادي. Mean.